خلونا من لندن يحدثنا محللنا الرياضي الأستاذ ياسر الشنواني. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك سعيد إني أكون معاك. كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، كله تمام الحمد لله. أنا يمكن محتاج منك أفهم حاجتين بصراحة، أفهم منك سر لمعان صلاح ما شاء الله، وفي نفس الوقت نتكلم على احتفالية ليفربول أو احتفال ليفربول بصلاح. طب أولا هنتكلم عن سر لمعان صلاح. يعني احنا سر لمعان صلاح هو صلاح نفسه، ان هو راجل فعلا زي ما حضرتك قلت في المقدمه، ان هو راجل فعلا عايز دايما بيتطور. راجل دايما حاطط قدامه هدف، راجل دايما بيقول ان انا هدفي تحطيم الارقام، وفعلا حاطه بارقام كتير جدا. لما نيجي نتكلم دلوقتي، يعني احنا بصدد الكلام عن مش لاعب عادي، احنا بنتكلم عن اسطوره كرويه ماشيه على الارض. فعلا اسطوره كرويه ماشيه على الارض، يعني احنا كلنا، يعني كل واحد فينا كمصريين خصوصا وكعرب عموما بنفتخر بمحمد صلاح اعلى درجات الفخر. صح. يعني كل الناس عارفه الارقام اللي حققها محمد صلاح مع ليفربول، لان الاداء المتميز اللي بيأديه محمد صلاح مع ليفربول ما كانش جاي يعني من فراغ، ده كان تعب ومجهود كبير جدا، سواء صلاح من ساعه ما ابتدى في مصر في نادي المقاولين، بعدين على بازل في سويسرا، بعد كده مع تشيلسي. حتى لو كانت فتره تشيلسي، الفتره اللي أداها صلاح بتشيلسي مع مورينيو كانت فترة صعبة جدا، أي لعيب كانت ممكن بلغة الكرة يخلص عليه. لكن الراجل فعلا بقى صبور واستنى، وبعد كده راح فيورنتينا على سبيل الإعارة، تألق مع فيورنتينا، بعد كده يعني وصل لدرجة تألق كبيرة جدا مع روما، خلت السبب كبير جدا إن يسعى ليفربول يتعاقد محمد صلاح. وأنا أتذكر كويس جدا إن رئيس نادي ليفربول في الوقت ده لما قالوا هم تعاقدوا مع صلاح من روما، قالوا 40 مليون، أنا ما أدفعش لعيب افريقي او لعيب من مصر 40 مليون. فما بالك تخيل حضرتك دلوقتي محمد صلاح وصل للدرجه العاليه دي جدا مع 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 ليفربول، والتالق والبطولات وتحطيم ارقام وتحطيم ارقام للعيبه زي فاولر زي جيرارد زي، يعني ارقام كبيره جدا. لكن السبب الرئيسي اللي مخلي محمد صلاح في التالق اللي هو فيه ده، ان هو فعلا راجل حاطط هدف قدامه، راجل ملتزم جدا جدا جدا. وخلينا برضو يعني جدير بالذكر نتكلم عن لعبتنا برضو اللي كانت موجوده في الدوري الانجليزي، لما نتكلم عن دوري اقوى دوري في العالم، الدوري الانجليزي كان محمد النني مع ارسنال، كان حجازي مع ويست بروميتش قبل ما يروح السعوديه، كان تريزيجيه قبل ما مع استون فيلا قبل ما يرجع على تركيا، كل الناس بتشيد بيهم لان فعلا لعيبه منتهى الالتزام، منتهى التواضع، منتهى الاحترام. يعني كنا نمشي في الشارع اي حد يقابلهم يتصور معاهم بصرف النظر عند بيشجع تشيلسي، بيشجع ارسنال، بيشجع ليفربول، بيشجع مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، كل الناس بتحبهم، ده نتيجه التزامهم. عمرنا ما سمعنا عن مشكله صلاح، عمرنا ما سمعنا حتى صح. لما بتحصل مشاكل في الملعب صلاح حتى رد فعله ورد فعله مع اي مشكله بتحصل يعني بتخلي الناس تحترمه اكتر واكتر. فالسر لمعان صلاح هو صلاح راجل حط قدامه هدف متواضع ملتزم وشايفين النتائج اللي بيحققها. وكل مره يعني تخيل حضرتك 300 مباراه، يعني رقم كبير جدا جدا جدا، ويعني ويعني لجد الحظ ان كل مباراه 100 مباراه بيلعبها كان بيسجل هدف. يعني في المباراه ال 100 سجل هدف، في المباراه ال 200 سجل هدف، في المباراه ال 300 سجل هدف في اخر مباراه. فمحمد صلاح يعني حاجه فعلا تدعو يعني للفخر، احنا كمصريين سواء في لندن او في اي مكان فعلا فعلا بنفتخر صلاح. طبعا لازم ليفربول يحتفل بيه، هيلاقي لعيب يحقق النتائج دي فين؟ هيلاقي لعيب يحقق البطولات دي فين؟ هيلاقي لعيب يحقق الارقام القياسيه دي فين زي صلاح يعني. طيب عارف لما كنت بتتكلم دلوقتي عن تريزيجيه، عن النني، عن صلاح، جت في بالي فكره يعني محتاج اخد رايك فيها. هل تعتقد انه تجربه الدوري الانجليزي مع اللعيبه المصريين، والتي كده احنا الاثنين متوافقين واعتقد الكل متوافق انها تجارب ناجحه جدا مع ثلاثه من اللاعبين او المحترفين المصريين، ده هيشجع اكتر الدوري الانجليزي وغيره من الدوريات ان هم يشتغلوا اكتر مع لعيبه مصريين؟ طبعا طبعا. يعني يعني اي حد بيجيب لعيب من اي بلد فلما بيحقق نتائج كويسه فطبعا ده بيلفت النظر للبلد دي، واحنا شايفين مفيش حد هيقدر يلفت النظر زي ما عمل صلاح، زي ما عمل النني. حتى انا يعني بالمناسبه انا حضرتك بتكلمني دلوقتي وانا موجود في مباراه مهمه جدا جدا جدا، هي مباراه ارسنال وتشيلسي، وارسنال دلوقتي انتهى الشوط الاولاني ومتقدم على تشيلسي بثلاث اهداف. يعني حتى النني لو هو الراجل لسه لغايه دلوقتي مصاب، لكن
طورش استقبال الجماهير ليه حتى لو هو بره التشكيل لان هو مصاب. ازاي صلاح لما بيجي يلعب استقبال الجماهير ليه سواء جوه الملعب او بره الملعب؟ فدي انا بتفق مع حضرتك طبعا طبعا، يعني ان يكون نجاح اللعيبه دي والتزامهم، خلينا نحط تحت التزامهم دي يعني كذا خط، التزامهم والادب اللي بيتميزوا بيه واحترام الناس ليهم، فده اكيد يخلي ان كل الناس تحط عينيها على لعيبه مصريين. واكيد ان مصر طبعا احنا عارفين ان مصر طبعا بتطلع لعيبه كويسه جدا، فان شاء الله باذن الله يبقى عندنا كذا صلاح، عندنا كذا النني، عندنا كذا تريزيجيه، كذا حجازي ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. مش عايز أعطلك عن الماتش، أشكرك جدا على وقتك وأشكرك جدا على تحليلك، وكل الشكر للمحلل الرياضي المصري الأستاذ ياسر الشنواني يحدثنا من لندن.